ثالثا اما يجي يقول لي ايه، ومع ذلك هناك ستكون هناك سيدات موظفات مهمتهم الكشف عن الوجه، اقول له لا انا اسف انا قاضي ومسؤول عن العمليه الانتخابيه وبنقول على الهوا عشان ملايين المصريين يسمعونا، ما حدش يجي يتخانق مع قاضي في اللجنه اقول له انا مش هكشف وشي، ما حدش يجي يقول لي الشيخ فلان قال او الشيخ علان قال، انا مش مسؤول عن فتاوى احد، انا بطبق القانون اللي انا مسؤول عنه اللي انا هاحاله امام الشعب، عشان ما يجي حد بعد كده يقول ده القضاه زورهم. تهمه التزوير التي بتلاحقنا قبل ان نب ظلما وعدوانا لمجرد ان هذا يقول او ذاك يقول، انا رفضتها مقدما. وانا وزملائي ناويين على حاجتين اتنين، هنشاهد الوجوه المضاهيها على البطاقات، هذا حقنا القانوني، حتى لو تسبب ذلك مشاكل، حتى لو تسبب في ذلك انا قاضي يا هانم، ما اناش داخل، ما انا بعملش مؤامات، انا مش من سلطتي كقاضي اعمل مؤامه. لماذا اختارني الشعب المصري لانقله من الثوريه الى الديمقراطيه؟ لانه يثق فيه. وفي سؤال انا كنت دايما بساله لمعظم المنقبات، بقول لها يا سيدتي لما سعادتك رحت تعملي بطاقه الرقم القومي مش اللي صورك راجل؟ تقول لي اه بس دي ضروره. طب وهل هناك ضروره اكثر من وضع الصوت بطريقه صحيحه في الانتخابات؟ هذه واحده.